والآن ينضم إلينا من القاهرة عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي. أستاذ عزت، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية أستاذ عزت، يعني هذا القرار والذي أشاد به البيان المصري وتحدث عن العديد من النقاط فيما يتعلق بإنفاذ المساعدات ومنع التهجير وغيرها، إلى أي مدى ترى وبوجهة نظرك هذا البيان أكد على موقف مصر الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية وأيضا الدور الذي قامت به منذ بداية العدوان على قطاع غزة؟ أهلا بحضرتك، مساء الخير على السادة المشاهدين. بالقطع القرار اليوم يمثل نقلة نوعية كبيرة في التعامل مع القضية الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وخاصة أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة. كنا نتمنى أن يصل إلى مرحلة الدعوة إلى المطالبة الفورية بوقف إطلاق النار، ولكن هذا لم يحدث لاعتبارات عديدة. المحكمة تنظر في الشق القضائي والقانوني ولا تنظر في الجوانب السياسية. هناك بالفعل البيان المصري أشاد به التحرك الذي يعتبر تحرك تاريخي في اتجاه القضية الفلسطينية على المستوى العالمي. يعني أعتقد أنه المطالبة المصرية الواضحة باتخاذ التدابير اللازمة وما جاء في القرار حكم المحكمة اليوم باتخاذ تدابير عاجلة لوقف كافة أعمال الإبادة والسماح بدخول المساعدات، وأيضا إمكانية أنه التأكد من أن الجيش الإسرائيلي لا يقدم على أي إجراءات أو أعمال تؤدي لإبادة جماعية في القطاع مزيدا من القتل في القطاع وممارسة هذه السياسة التهجير القسري. أعتقد أنها جميعها خطوات ونقاط هامة جدا ينبغي أن تلتفت إليها المجتمع الدولي وأن يساعد في تنفيذها بشكل فوري. الدور بالقطع على مجلس الأمن أن تخرج هذه القرارات والتوصيات إلى موضع التنفيذ وأن تكون هناك استشعار المسؤولية في ضرورة أن يكون هناك دعوة صريحة إلى وقف إطلاق النار، لأن حكم اليوم يعني بشكل قاطع أن هناك ممارسات مجحفة وممارسات وحشية بحق الشعب الفلسطيني، وهذا ما نبه إليه البيان المصري بأن ضرورة أن يكون هناك موقف حاسم وموقف سريع للتعامل مع التدابير وإجراءات ينبغي النظر إليها وعدم الانتظار حتى لمدة الشهر التي دعت إليها الجهاز القضائي المحكمة العدل الدولية. أعتقد أنه مثل ما أشار المتحدث السابق الدكتور أشرف سينجر أنه ضرورة أن يكون هناك تدخل من جانب الدول الكبرى، تحمل مسؤولياتها وعدم الهرب من تلك المسؤولية في مواجهة التعنت الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية خرجت بردود أفعال غير منطقية وتمثل تحديا للأسرة الدولية وتمثل تحديا لحالة الأغلبية أو الإجماع التي حدثت في القرار المحكمة من جانب قضاة المحكمة، وبالتالي الحكومة المتطرفة ومتشددة في إسرائيل ترغب في استمرار ما هي عليه الآن وترى أنه مثل هذه الأحكام لا تؤثر في أن تمارس ما تسميه الدفاع عن النفس الذي خرج من الدفاع عن النفس إلى عملية تدمير واسعة للبشر والحجر وكل شيء في القطاع. نعم أستاذ عزت، أكد البيان المصري على مواصلة التحركات أيضا والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين. اليوم عندما نتحدث عن الاتصالات والتحركات التي بالفعل قامت بها مصر وقام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، واليوم نتحدث عن أيضا تأكيدها على مواصلة التحركات الدولية، إلى أي مدى من الممكن اليوم هذه الاتصالات ومع وكالات الأمم المتحدة أيضا أن يكون لها دور بعد قرار محكمة العدل الدولية، خاصة بأن التحركات والاتصالات السابقة أسفرت عن دخول وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع وأيضا الهدن الإنسانية التي مرت خلال هذه الأزمة؟ بالفعل هناك اتصالات مصرية واسعة النطاق على كافة المستويات في العواصم الكبرى، وهذه الاتصالات مستمرة على مدى الأيام الماضية ومن خلال اجتماعات مستمرة حدثت في بروكسل وفي عواصم أخرى،
من أجل التوصل إلى صيغ جديدة، سواء كانت صيغ لوقف إطلاق النار ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها، أو أيضا فيما يتعلق ببلورة أفكار جديدة حول عملية السلام وحل الدولتين مثلما أشار البيان الأوروبي الأخير. بالقطع هناك إمكانية كبيرة الآن بعد قرار وحكم المحكمة الدولية أن يكون هناك تحرك على مستوى الأمم المتحدة، وأن يطلع مجلس الأمن بمسؤولياته بشكل أكبر. اليوم أصبحت هناك مسؤولية كبيرة بعد هذا الحكم، لأنه هذه هي أعلى يعني مؤسسة قضائية تابعة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن باعتباره المسؤول عن الشق السياسي والأمني أعتقد أنه لابد أن يتحرك في نفس الاتجاه لوقف عمليات الإبادة الجماعية وعمليات التطهير التي تقوم بها إسرائيل. مصر بتركز فيما تركز على مسألة أنه دخول المساعدات بشكل عاجل بعد أن وصلت الأوضاع إلى هذا الوضع الشديد الخطورة، وأن تكون هناك ضمن تدابير آليات واضحة فيما يتعلق بالسماح بدخول المساعدات بلا قيد أو شرط وتجاوز كافة العراقيل الإسرائيلية. هذا الحكم يؤكد على أنه العراقيل الإسرائيلية واضحة، وأن كل ما اتهمت به مصر وحاولت أن تلقي باتهامات على مصر في هذا المجال لا مجال لها الآن، وأنه حكم عنوان الحقيقة. وهذا الحكم يؤكد على أنه إسرائيل هي المسؤولة الأولى عن عمليات التجويع وعمليات الحصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وممارسة عمليات ممنهجة لمحاولات طرد الفلسطينيين من القطاع، وبالتالي التحرك المصري في الفترة القادمة أعتقد أنه سيستمد قوة أكبر من خلال هذا الحكم التاريخي. يعني أستاذ عزت، منذ بداية العدوان على قطاع غزة وكما يعني تحدثنا بأن مصر قامت بدور كبير، وهذا كان دليل واضح من خلال قرار محكمة العدل الدولية، وأيضا التغير في المواقف الأوروبية وتغير في مواقف المسؤولين بعد زيارتهم لمصر ولقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي. اليوم عندما نتحدث عن المواقف الدولية بعد هذا القرار، إلى أي مدى من الممكن أيضا أن تؤكد هذه المواقف الدولية على دور مصر في الدور ودورها المحوري أيضا في القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين من ناحية، وأيضا الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنعا يعني إنهاء القضية الفلسطينية بما كانت تقوم به قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محاولات لتهجير الفلسطينيين وإنهاء القضية؟ التغير في المواقف خاصة المواقف الأوروبية تغير كبير. بشكل شخصي عدت من زيارة إلى بروكسل وحضرت اجتماعات على مدى 4 أيام مع كبار المسؤولين في مجلس أوروبا المفوضية الأوروبية، والتقينا بعدد من المستشارين في المفوضية الأوروبية، وجميعهم أكدوا على الدور المحوري لمصر، والدور لمصر تمثل هي لاعب استراتيجي هام وليست مجرد شريك استراتيجي لأوروبا. وبالتالي هم يعولون على مصر باعتبارها أنها واحدة الاستقرار في المنطقة، وأن الدولة الوحيدة التي يمكنها تتحرك عملية السلام وتتحرك فرص الحل عندما تكون مصر في قلب هذه التسويات. التغير في الموقف الأوروبي حدث إلى حد كبير. هناك مشاورات بين الدول 27 في الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى صيغ مناسبة، صيغ تجعل هناك تقارب في المواقف إلى حد كبير وتدعم الجهود السلمية في الفترة القادمة. وهم يتفقون مع مصر في ضرورة أن يكون هناك حد لضرورة وقف إطلاق النار وضرورة دخول المساعدات بشكل غير مشروط. هذا ما استمعنا إليه من كافة كل المسؤولين الأوروبيين مع مجموعة من الأصدقاء رؤساء التحرير أيضا، وكانت هناك بالفعل رغبة حقيقية في أن ألا يحدث تأخير في هذا الشأن، لأن ذلك أعتقد أنه كل يوم بنشهد تصاعد في المأساة الإنسانية في القطاع. نعم، كل الشكر لك الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، كنت معنا على شاشة القاهرة الإخبارية.